الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعلن عن تسجيل 4 أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. أنا أقول إحنا سنمارس كل أنواع النضال والمقاومة ضد مشروع الضم. عقب لقاء بالفيديو كونفرنس مع جبريل الرجوب، صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس يقول إنهم سوف يمارسون كل أنواع المقاومة في مواجهة إسرائيل، محذرة خصومها من القيام بأي أعمال عدائية. طهران تعلن أن حادثا وقع بمستودع في مجمع نووي من دون أن يسفر عن إصابات أو تلوث إشعاعي. السابعة صباحا في القاهرة، نشرة أخبار جديدة تأتيكم من النيل، مرحبا بكم. البداية من القاهرة والتي أعلن فيها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تسجيل المركز القومي للبحوث 4 أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وهي في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية ولم تدخل بعد حيز التجارب السريرية. وقال الدكتور خالد عبد الغفار إن اللقاحات 4 تأتي ضمن 132 لقاحا قيد التطوير وفقا لما نشرته منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي، مشيرا إلى أن الفريق البحثي بالمركز القومي للبحوث توصل إلى 3 مواد طبيعية لها تأثير عال مثبط على فيروس كورونا المستجد. في القاهرة أيضا أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم بالأمس تسجيل 1485 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 86 حالة وفاة. وقال الدكتور خالد مجاهد إن الأمس شهد أيضا خروج 407 من المتعافين من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تمام شفائهم، ليصل إجمالي المتعافين إلى 19288 حالة. قال غريغ أبوت حاكم ولاية تكساس الأمريكية إن وضع الكمامات لمكافحة فيروس كورونا المستجد بات إلزاميا في الأماكن العامة. More than 91 counties have hit. أكثر من 91 مقاطعة في الولاية سجلت أرقاماً عالية بالإصابة بفيروس كورونا في الأيام الثلاثة الماضية، وهذا يظهر أن فيروس كورونا لن يزول في الوقت الحالي بل سيصبح أسوأ. نحن نرى أن ارتداء أقنعة الوجه هو واحد من أفضل الطرق التي ستسهم في الحفاظ على استمرارية العمل مع إبطاء وتيرة انتشار الفيروس، وهذا ما أظهرته التقارير الطبية التي أشادت بارتداء أقنعة الوجه للوقاية وحماية الآخرين من الإصابة بالفيروس. كانت ولاية تكساس الأمريكية قد شهدت ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. بعدما عاود فيروس كورونا الانتشار مجددا وبنسب كبيرة في ولاية تكساس الأمريكية، أعلن حاكم الولاية غريغ أبوت أن وضع الكمامات بات إلزاميا في الأماكن العامة في هذه الولاية الجنوبية. هذا القرار يمنح المسؤولين المحليين سلطة حظر بعض التجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص في الأماكن الخارجية. وقوم الحاكم الجمهوري المؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقراره بفتح الاقتصاد الأمريكي دعوات من الزعماء المحليين لأكثر من 2 شهرين لإجبار الجميع في ولاية تكساس على وضع كمامات الوجه. وكانت ولاية تكساس من بين الولايات الأمريكية الأكثر جرأة في استئناف النشاط مطلع يونيو الماضي بعد فترة من الإغلاق بسبب انتشار وباء فيروس كورونا في الولايات المتحدة. وصدر هذا القرار عشية الاحتفال بالعيد الوطني للولايات المتحدة الأمريكية في 4 يوليو، والذي يشهد عادة لقاءات عائلية وتجمعات، وذلك في ظل تجديد فرض قيود في بعض المناطق أو تعليق مسار رفع الإغلاق في مناطق أخرى. وسجلت تكساس الخميس نحو 8000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليقترب حاجز المصابين بالفيروس في هذه الولاية إلى نحو
74 ألف حالة إصابة وأكثر من 2500 حالة وفاة منذ بداية انتشار الوباء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تمكنت من توفير نحو 5 ملايين وظيفة خلال يونيو الماضي بالرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد. أود أن أعلن لكم عن هذا النبأ السار للعمال الأمريكيين ولأسر هؤلاء العمال وأيضا لبلادنا. لم يسبق مطلقا أنه تم تسجيل مثل هذا الرقم تقرير الوظائف الأمريكي، والذي أظهر أن الولايات المتحدة أضافت نحو 5 ملايين وظيفة فقط خلال شهر يونيو الماضي لتفوق بذلك كل التوقعات. هذا التقرير يثبت أن بلادنا تستعيد عافيتها بقوة. Today's announcement proves that our economy. من جانبه قال جو بايدن المرشح الرئاسي الأمريكي الديمقراطي إن اقتصاد بلاده سوف يظل معرضا لخطر كبير بسبب فيروس كورونا المستجد. حتى يواجه هذا الرئيس حقيقة الأمر الذي تمر به البلاد، فسيظل اقتصادنا معرضا لخطر كبير. تقرير الوظائف الذي تم الإعلان عنها هو نبأ سار، وأشعر بالرضا تجاهه، ولكن علينا ألا نرتكب أخطاء، فنحن ما زلنا في فترة ركود وظيفي عميقة بسبب تجاهل دونالد ترامب لأزمة فيروس كورونا والتعامل معها فور ظهورها. قالت الحكومة البريطانية إنها سترفع شرط الحجر الصحي المفروض لمكافحة مرض كوفيد-19 على الوافدين إلى إنجلترا من دول بينها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا اعتبارا من 10 يوليو الجاري. وبموجب القواعد الحالية يتعين على الوافدين الالتزام بالعزل الذاتي 14 يوما عند دخول البلاد، وهو أمر قالت شركات الطيران والسفر البريطانية إنه سيؤدي إلى فقد آلاف الوظائف ويلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد. قال اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح إن جميع الخيارات مفتوحة إذا أصر الإسرائيليون على عملية ضم أراض فلسطينية جديدة. إذا ما تم الضغط علينا فلن نرفع العلم الأبيض، لن نستسلم أبدا، لن نركع لأحد. جميع الخيارات مفتوحة الآن. إذا أصر الإسرائيليون على عملية الضم وأوصدوا الأبواب أمام خيار حل الدولتين. من جانبه قال صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إنهم سوف يمارسون كل أنواع المقاومة لمواجهة خطط الضم الإسرائيلية لأي أراض فلسطينية جديدة. نحن بهذا المؤتمر وبالموقف العلني للقيادة السياسية لفتح ولحماس ولكل الفصائل نقول على الجميع أن ينخرط في العمل المشترك لمواجهة مشروع الضم. عندنا عدوان لقطعان المستوطنين على قرانا وعلى مزارعنا وعلى مدننا وعلى شوارعنا، يجب أن ندافع عن شعبنا. وعندنا عدوان من جيش الاحتلال أيضا، وعندنا عدوان سياسي نتصدى له ميدانيا. أهم شيء أنا أقول إحنا سنمارس كل أنواع النضال والمقاومة ضد مشروع الضم. كانت الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل على خلفية خططها المزمعة لاحتلال أراض جديدة بالضفة الغربية وغور الأردن قد تصاعدت خلال الأيام القليلة الماضية. خلال الساعات القليلة الماضية تصاعدت التحذيرات والدعوات الرافضة لتوجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، رغم عدم إصدار أي إعلان حتى الآن في هذا الخصوص. في الجانب الفلسطيني تعهدت حركتا فتح وحماس بالوحدة ضد خطة الضم المزمعة، معتبرين أن المرحلة الحالية هي الأسوأ في تاريخ القضية.
وحذرت الحركتان كذلك من أن الضم الإسرائيلي المزمع سيدمر أي فرصة للسلام، ومن شأنه أن يقضي على احتمالات إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة. وانتظارا للضوء الأخضر من الولايات المتحدة، أعلنت حكومة الاحتلال أنها بحاجة لإجراء مزيد من المحادثات مع الإدارة الأمريكية. ولم يقم نتنياهو بتنفيذ ما أعلنه سابقا من أنه سيتم بدء بحث بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وغور الأردن اعتبارا من الأول من يوليو. وبشكل قاطع رفض الفلسطينيون خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي أعلنها أواخر يناير الماضي، والتي لاقت أيضا معارضة عدد من دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وتدعم خطة ترامب ضم إسرائيل المستوطنات وغور الأردن، كما تنص على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح عاصمتها في ضواحي القدس الشرقية المحتلة، على أن تكون القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل. وبينما تتباين التكهنات إزاء المساحة التي قد يشملها الضم، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن نتنياهو قد يلجأ في البداية إلى خطوة رمزية تتمثل في ضم مستوطنة واحدة في ضواحي القدس، وذلك كمرحلة أولى في محاولة على ما يبدو لاختبار الرد الفلسطيني والعربي والدولي على مخططات التهويد التي لا تكل منها حكومته اليمينية المتطرفة. قال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن حادثا وقع في مستودع في مجمع نطنز النووي الذي لا يشهد نشاطا بدون أن يسفر عن إصابات أو تلوث إشعاعي. مسبقة نتائج التحقيق في الواقعة، أعلنت إيران أن حادثا وقع في مستودع نطنز النووي بوسط البلاد، محذرة من سمتهم خصومها من القيام بأي أعمال عدائية ضدها. المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أفاد للتلفزيون الرسمي أن الحادث أدى إلى تضرر مستودع قيد الإنشاء في فناء موقع نطنز الذي يعد أحدث منشآت تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد. وبينما لم يوضح المسؤول الإيراني طبيعة الحادث، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية إرنا أن حسابات مجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي زعمت أن إسرائيل مسؤولة عما وصفتها بمحاولات التخريب. ومنشأة نطنز هي واحدة من عدة مرافق إيرانية تخضع لتفتيش من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة. في سبتمبر من العام الماضي أعادت طهران تخصيب اليورانيوم في نطنز، متراجعة عما كانت قد تعهدت به مع القوى الدولية بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015. جاء هذا الحادث بعد 6 أيام من انفجار كبير قرب مجمع عسكري بمنطقة بارشن جنوب شرقي العاصمة طهران. وذكرت وزارة الدفاع الإيرانية حينها أن الانفجار كان نتيجة تسريب خزانات الغاز. ويشتبه أن موقع بارشن شهد اختبارات على انفجارات تقليدية يمكن تطبيقها في المجال النووي، وهو ما تنفيه إيران التي أعلنت في مايو الماضي تعليق عدد من الالتزامات التي ينص عليها الاتفاق متعدد الأطراف، وذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في عام 2018. تستعيد اليوم الجمعة الجزائر من فرنسا رفات 24 مقاوما استشهدوا في القرن 19 في بدايات الاحتلال الفرنسي لهذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد خلال زيارة للجزائر في 6 ديسمبر من عام 2017 بإعادة رفات الجزائريين الموجودة في متحف الإنسان في العاصمة باريس. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موافقة الشعب الروسي على التعديلات الدستورية بأغلبية كبيرة تظهر ثقته في قدرة حكومته على تحسين الأداء. نتيجة الاستفتاء الذي أجري على 9 الأراضي الروسية يظهر أن الأغلبية الساحقة من الروس يعتقدون أن بوسعنا تحسين الأداء. إنما تسمى الحكومة الموسعة ابتداء من البلديات حتى الرئيس ينبغي أن تفعل كل شيء كي تبرهن عن أحقيتها بهذه الثقة الكبيرة من الناس. مرة ثانية أود أن أعرب عن خالص امتناني للشعب الروسي على تأييده. شكرا لكم. كان الكرملين قد اعتبر إقرار التعديلات الدستورية التي تسمح للرئيس فلاديمير بوتين البقاء في السلطة
حتى 2036 انتصارا كبيرا. مما يفتح الباب أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليبقى في السلطة حتى عام 2036، جرى التصويت بأغلبية ساحقة لصالح حزمة تعديلات دستورية تسمح له بترشيح نفسه للرئاسة فترتين جديدتين، مما يعني أن بوسع بوتين البالغ من العمر 67 عاما أن يبقى رئيسا لروسيا لمدة 16 سنة أخرى. نسبة الإقبال على التصويت على مستوى الدولة هي 67.97%، النتائج هي عن نحو التالي: نعم 77.92%، لا 21.27%، هذا تعبير عن إرادة الشعب في التصويت على مستوى الدولة، النتائج بديهية، لقد سمحت لنا هذه الإجراءات غير المسبوقة مثل المراقبة بالفيديو في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد بمنع محاولات التذوير الكبيرة. من جانبه يعتبر الكرملين نتائج التصويت على التعديلات الدستورية انتصارا واضحا وكبيرا، مشيرا إلى أنها تعد استفتاء على الثقة برئيس فلاديمير بوتين. من جهة أخرى دعا الاتحاد الأوروبي روسيا إلى التحقيق في شبهات بمخالفات خلال استفتاء على التعديلات الدستورية تتيح للرئيس فلاديمير بوتين البقاء في السلطة حتى عام 2036. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إنه وردت تقارير واتهامات عن حصول مخالفات خلال التصويت، ومنها إكراه ناخبين والتصويت مرتين وانتهاك سرية التصويت واتهامات باستخدام الشرطة العنف، مضيفا أنه سيتم التحقيق في تلك التقارير. وكان من المقرر إجراء التصويت الروسي العام على تعديلات الدستور في 22 من أبريل الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب وباء كورونا في البلاد. ثم وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن موعد التصويت الجديد في 1 يوليو، ووصف الخبراء التصويت بأنه استعراض لا شرعية له وغير قانوني، هدفه إطفاء الصبغة القانونية على تولي بوتين الرئاسة مدى الحياة. قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن بلادها لم ترسل أبدا أسلحة لطالبان في أفغانستان. معروف جيدا أن روسيا لطالما زودت بالأسلحة الحكومة الشرعية لأفغانستان فقط، وإذا كان زملاء الأمريكيون ينوون خوض حديث في هذا السياق فمن المناسب ذكر المعلومة التي تتداول بشكل كبير في أفغانستان عن الأجهزة الأمريكية الخاصة التي تزود مقاتلي داعش بمروحيات. كنا نتحدث كثيرا عن هذه المروحيات دون تحديد في المؤتمرات قبل عام ونصف العام. في ولاية كاشين الواقعة شمال بورما، قالت تقارير صحفية إن أكثر من 160 شخصا لقوا مصرعهم إثر حدوث انزلاق للتربة في منجم لاستخراج نوع نادر من الأحجار الكريمة. كانت تلك اللحظة الفاصلة بين الحياة والموت لأكثر من 160 من عمال المناجم في شمال ميانمار في حادث الانهيار الطيني والذي وصف بالأسوأ خلال 5 سنوات. الانزلاق وقع جراء الأمطار الغزيرة قرب الحدود الصينية في ولاية كاشين التي تعد المصدر لمليارات الدولارات من مادة اليشم. وبفعل الأمطار الغزيرة انهارت شريحة من الجبل بينما كان العمال يصعدونه، ما أدى إلى سقوط سيل من الطين إلى بحيرة مليئة بمخلفات التعدين. ويجتمع المئات من عمال المناجم للبحث عن خام اليشم وغيره من الأحجار الكريمة والمطلوبة بشدة في الصين لتمشيط الأرض والبحث في مخلفات الشركات الكبرى في ظروف محفوفة بالمخاطر دون وجود تشريعات تضبط عمليات التعدين أو حماية العمال الفقراء. الشرطة المحلية من جانبها قالت إن الأجواء الممطرة تشكل تحديا لجهود الإغاثة وتتسبب في انهيارات جديدة، مما يجعل من المستحيل العثور على الجثث المدفونة تحت الماء. وتمثل ميانمار مصدرا رئيسيا لليشم في العالم، وقدرت الوكالة الدولية للطاقة أن قيمة صناعة اليشم بلغت عام 2014 أكثر من 30 مليار دولار، لكن القليل منها يصل إلى خزائن الدولة. قال فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر إن بلاده لن تفتح حدودها أمام مواطنين من عدة دول خارج الاتحاد الأوروبي باستثناء صربيا.
كما هو الحال خلال ذروة الأزمة، لابد من استخدام الممر الإنساني من قبل كل من يمر عبر المجر ولا يمكن الخروج منه. وفي الوقت الحالي باستثناء صربيا لا يمكننا الامتثال لطلب الاتحاد الأوروبي بالسماح للمواطنين من دول خارج الاتحاد بدخول البلاد، لأن ذلك سيتعارض مع المصالح الصحية للشعب المجري. في القاهرة أعلنت وزارة الداخلية مواصلة حملاتها الأمنية الموسعة في سائر المحافظات بهدف ضبط الخارجين عن القانون. استكمالا للضربات المتلاحقة التي توجهها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لتجار وحائزي المواد المخدرة بكافة أنواعها، نجحت الإدارة وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن المعنية في ضبط 12 شخصا بنطاق محافظات الإسماعيلية، دمياط، الشرقية، الإسكندرية والبحيرة، وبحوزتهم أكثر من 100 لفافة من مخدر البانجو و80 تربة لمخدر الحشيش و15 لفافة لمخدر الهيدرو و1000 قرص مخدر. اعترفوا بحيازة تلك الكميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار. استمرارا لجهودها في التصدي لجرائم الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وبأسعار السوق السوداء، وبحوزة عناصره تم ضبط 1,470,000 جنيه وأكثر من 155,000 دولار أمريكي وماكينة لعد النقود. عقب بلاغ ورد للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقيام مسؤولي إحدى المطابع بالجيزة بتقليد العلامات التجارية الخاصة بكتب دراسية خارجية خاصة بشركة للطباعة والنشر والتوزيع، أجرت الإدارة تحريات أثبتت صحة البلاغ. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة وضبط 29,300 كتاب دراسي تعليمي خارجي متنوع طبعت بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والمخالفات التي تضر بالبيئة والصحة العامة، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملاتها في هذا الإطار، وتمكنت وفي مجال حماية الثروة الزراعية من ضبط 65 طن أسمدة و21 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك داخل مصنعين بنطاق محافظة الجيزة. في إطار تصدي الدولة الحاسم للتعديات على أملاكها والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، وذلك تنفيذا للقانون وإعلاء لهيبة الدولة. الحملات نجحت وبالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية في تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة إضافة إلى مخالفات البناء العشوائي والبناء على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة المباني المخالفة من جذورها مهما كان حجم التعدي. وتهاوت المباني المخالفة أمام إصرار الدولة على تنفيذ القانون على الجميع في ظل توجيه من القيادة السياسية بضرورة التعامل بحزم مع كافة هذه المخالفات وتطبيق القانون على الجميع. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. نشرة السابعة مستمرة وفيها بعد قليل. لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إقبال كبير على شراء الأعشاب الطبية بمدينة السليمانية العراقية. وهذا موعد أخبار الاقتصاد نبدأها بعد الفاصل.
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة العمل على الانتهاء من كافة التفاصيل النهائية لمبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي وحملة الترويج الإعلامي لها تمهيدا للإعلان عن موعد انطلاقها. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بمبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، حيث جدد التأكيد على أن المبادرة تستهدف العمل على تحفيز الاستهلاك لما له من دور مهم باعتباره أحد أكبر مكونات الناتج المحلي الإجمالي في مصر، مضيفا أن التداعيات السلبية لفيروس كورونا قد ضعفت من أهمية هذه المبادرة. وصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي استقرارها أمام الجنيه المصري، حيث سجل 16 جنيها و7 قروش للشراء و16 جنيها و17 قرشا للبيع، في حين سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه 17 جنيها و98 قرشا للشراء و17 جنيها و14 قرشا للبيع. أما الجنيه الاسترليني فسجل 19 جنيها و71 قرشا للشراء و19 جنيها و88 قرشا للبيع. استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية الخميس، حيث بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 680 جنيه، في حين بلغ عيار 21 نحو 794 جنيه، وسجل عيار 24 نحو 907 جنيهات، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6352 جنيه. أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قرارا بتمديد عدة مبادرات حكومية لدعم القطاع الخاص لتخفيف آثار تفشي فيروس كورونا. وقد استحدثت المملكة في مارس إجراءات مثل الإعفاء والتأجيل لبعض الرسوم والضرائب الحكومية لمدة 3 أشهر، وتتطلع حاليا لتمديد بعض تدابير الدعم لمدة غير محددة. تفاقمت معاناة الشعب السوري من ارتفاع الأسعار التي زادت بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة، وحيث تأثر العمال وموظفو الحكومة في مناطق إدارة الحكم الذاتي الكردية في شمال شرق سوريا بشدة من انهيار أسعار الليرة السورية وتقلبها مقابل الدولار الأمريكي. وتعد العقوبات الأمريكية الأخيرة الأشد حتى الآن ضد سوريا، ومن المقرر أن تستهدف أي فرد أو كيان يتعامل مع الحكومة السورية أو يدعم جهودها العسكرية، بما في ذلك إعادة الإعمار وتوصيل الوقود والقطاعات الأخرى. وافق مجلس النواب الأمريكي على تمديد برنامج إقراض بقيمة 660 مليار دولار في مسعى لمساعدة الشركات الصغيرة التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا. وعقب موافقة مجلسي الشيوخ والنواب، سيصدق الرئيس دونالد ترامب على البرنامج ليصبح قانونا. في منطقة اليورو ارتفع معدل البطالة قليلا في مايو وبدرجة أقل من المتوقع مع تخفيف تدريجي لإجراءات العزل العام من كورونا. وارتفع معدل البطالة في ضوء العوامل الموسمية في مايو إلى 7.4% من 7.3% في إبريل و7.1% في مارس، والذي كان الأدنى منذ بدء تسجيل تلك البيانات عام 1998. ارتفعت العقود الآجلة للنفط أكثر من 2% مدعومة بتراجع في البطالة الأمريكية وانخفاض في مخزونات الخام، لكن تجدد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أجج المخاوف من أن يحل الضعف بالنشاط الاقتصادي في الأسابيع المقبلة. وتحدد سعر تسوية عقود خام برنت عند 43 دولار و14 سنتا للبرميل بزيادة دولار و11 سنتا تعادل 2.6%. وأغلقت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 40 دولارا و65 سنتا للبرميل مرتفعة 83 سنتا أو 2.1%. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن متحف آيا صوفيا الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس الميلادي
وبني أصلا ككاتدرائية مسيحية بمدينة اسطنبول التركية، يجب أن يظل مفتوحا للجميع. أوصى المدعي العام للدولة أعلى محكمة إدارية في تركيا برفض طلب إعادة معلم آيا صوفيا الشهير في إسطنبول إلى مسجد حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية. جاء ذلك في اليوم الذي بدأ فيه مجلس الدولة التركي النظر في طلب جمعية خدمة المؤسسات والتحف التاريخية والبيئية. محامي الجمعية قال إن المبنى كان ملكية شخصية للسلطان العثماني محمد الثاني الذي فتح إسطنبول، وضغط من أجل إلغاء قرار مجلس الوزراء لعام 1934 الذي حول المبنى التاريخي إلى متحف بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضولة. في الوقت نفسه قال مدعي العام للدولة إن قرار عام 1934 كان قانونيا حسب ما أفادت الأناضولة، وأوصى برفض الطلب قائلا إن القرار بشأن استعادة التراث الإسلامي للهيكل يعود إلى الحكومة. كان المبنى الذي يعود إلى القرن السادس كاتدرائية رئيسية للإمبراطورية البيزنطية قبل أن يتحول إلى مسجد إمبراطورية بعد الفتح العثماني لإسطنبول، وقام مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية الحديثة بتحويله إلى متحف لجذب ملايين السياح كل عام. ولطالما ضغطت الجماعات القومية والدينية من أجل تحويل المبنى الذي يعتبرونه إرثا عثمانيا إسلاميا إلى مسجد، فيما يعتقد البعض الآخر أن الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو يجب أن يظل متحفا كرمز للتضامن المسيحي والإسلامي. قالت تقارير صحفية إن مدينة السليمانية الواقعة بشمال العراق تشهد حاليا زيادة في الطلب على الأعشاب الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد في سائر أنحاء العالم، يتجه بعض المواطنين في إقليم كردستان شمالي العراق إلى مكافحة الفيروس التاجي من خلال طب الأعشاب أو ما اصطلح على تسميته حديثا بالطب البديل. وفي ظل غياب مستمر للقاح الواقي من فيروس كورونا التاجي، بدأ سكان الإقليم في اللجوء إلى النباتات العشبية كونها تحتوي على مستخلصات طبيعية يفترض أنها تعمل وبكفاءة على تقوية جهاز المناعة لدى الإنسان. لموضوع أعشابها فيما يتعلق بالأدوية العشبية، لا يمكنني أن أدعي أنه يحتوي على مضاد للفيروسات، لكن المواد المستخدمة مثل بذور الزنجبيل والقرنفل والكركم ليست علاجاً لفيروس كورونا، لكنها تعزز جهاز المناعة في جسم الإنسان. وها هي المتاجر التي تبيع الأدوية العشبية في سوق السليمانية الشهير تعج بالزبائن المتلهفين على شراء النباتات العشبية، والتي يعتقدون أنها ستساعدهم في الوقاية من العدوى بالمرض. لقد جئنا إلى البازار خصيصا لشراء بذور الحبة السوداء التي يتم استخدامها لمواجهة هذا المرض. إنه علاج جيد جدا وتم اختباره. بالإضافة إلى الحبة السوداء، هناك أيضا زيت الأوريجانو وزيت الحبة السوداء. إنها فعالة جدا وتعد علاجا قويا للمرض. وإلى وقتنا هذا، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، لم يثبت بشكل قاطع وجود علاج بعينه لفيروس كورونا أو حتى للوقاية منه، إلا أن هناك العديد من العلاجات التي تخضع حاليا للاختبارات من خلال التجارب السريرية للوقوف على مدى فعاليتها في مكافحة المرض. عدم توفر لحد الآن الدواء الناجح واللي يعطي نتيجة 100% بالنسبة للأدوية الأخرى كاللقاحات، وعدم توفر بعض الأدوية الآن تحت قيد الدراسة اللي هي تقضي على الفيروس. ولهذا قالوا إذن نلجأ إلى زيادة مناعة الإنسان بأخذ هاي الأعشاب. كانت منظمة الصحة العالمية نصحت في وقت سابق بعدم تناول العلاجات العشبية التقليدية كعلاج للفيروس، إلا أنها عادت لتقر لاحقاً وعلى لسان المتحدث الرسمي باسم المنظمة العالمية بأن الطب البديل يعمل بالفعل على التخفيف من بعض أعراض المرض، مرحبة بإجراء دراسات صارمة للعلاجات البديلة. وآخر ما في هذه النشرة تذكرة بأهم العناوين.
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعلن عن تسجيل 4 أنواع من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد. أنا أقول إحنا سنمارس كل أنواع النضال والمقاومة ضد مشروع الضم. عقب لقاء بالفيديو كونفرنس مع جبريل الرجوب، صالح العراوري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يقول إنهم سوف يمارسون كل أنواع المقاومة في مواجهة إسرائيل. محذرة خصومها من القيام بأي أعمال عدائية، طهران تعلن أن حادثا وقع في مستودع في مجمع النووي من دون أن يسفر عن إصابات أو تلوث إشعاعي. نهاية نشرة 7، أشكر لكم حسن المتابعة، وكان معكم في لغة الإشارة رضا عبد المنعم يحييكم. إلى اللقاء.